قرر مجلس النواب الأستاذ صالح قلم. أستاذ صالح أهلا بك. أهلا وسهلا بك. حدثني أستاذ صالح على أجواء جلسة مجلس النواب، كذلك على عدد النواب الذين تمكنوا من الحضور أو الذين شاركوا في هذه الجلسة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين الذي عليه وحدين نتوكل به نستعين. نشكرك السيد أحمد وضيوفك الكرام ومشاهديكم الكرام. طبعا نهار هذا اليوم جلسة، طبعا جلسة مرتقبة من الأسبوع الماضي. طبعا أجواء الجلسة كانت طبعا أجواء كما رأيتموها على الهواء مباشرة، نوع فيها نوع من الشحن ولكن ليس بكثير وليس بتلك الحدة. الآراء طبعا كانت مختلفة كما جاء في تقريركم، ولكن هناك عدم دقة في التوصيف إن بالنسبة للآراء من معارضين ومؤيدين، لا المرة هذه بالعكس الآراء مختلفة ومتباينة وكل مجموعة متداخلة، لا تجد كفة أو كفة ترجح رأي معين، مجموعات مجموعات وبسيطة. طبعا نهار اليوم الجلسة من يوم الثلاثاء الماضي صرح السيد، من الاثنين الماضي صيح السيد الرئيس بأن إن لم يتخذ مجلس النواب موقف في هذا الموضوع سوف يقوم بنفسه باختيار اللجنة ويتحمل المسؤولية. أتى عدد كبير من النواب كما ذكرت، النواب طبعا أنا اللي متأكد منهم 110، وبعد ذلك قد يكون أتى نواب متأخرين وسجل حضورهم، لم اطلع على النتيجة النهائية باعتبار المراقبين هم المهتمين بسجلات الحضور والغياب. افتتحت الجلسة كما رأيتم في صفحة اليوم، أنا شخصيا طبعا والسيدة صباح نائب المقرر تأخرنا قليلا نظرا لاستقبالنا للسيد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإجراء بعض المشاورات، وإن شاء الله نهار الغد سوف نلتقي به والرئاسة لإجراء بعض المشاورات بالخصوص باعتبار مكتب المقرر من اختصاصاته المفوضية. طبعا جلسة كما شاهدها الجميع، الآراء داخل جلسة متباينة جدا، هناك كما قلت من يريد أن تكون حسب الأقاليم، وهناك من يريد الدوائر، وهناك من يريد الانتخاب العام. ولكن أنا شخصيا أدرك من قبل الجلسة أو من نهار الأمس أو قبل الأمس من خلال مشاورات النواب الخارجية وتواصلنا نحن في غرف دردشة النواب، لم يصلوا إلى حلول. توقعنا أن نهار هذا اليوم طبعا لم نصل إلى حل، وحتى نهار الغد الحل بالتأكيد صعب، ولكن أتوقع أن المشاورات التي تتم في هذه الليلة وفي هذا المساء قد تحلحل بعض الإشكاليات، لأن الموضوع ليس هناك مجموعة معينة أو أغلبية، هناك من يريدها لأمور لا أعلم، وهناك من يريدها هناك أمور ليست واضحة جدا. فكل النواب ومجلس النواب هم يعرفون ذلك ويعرفون أنهم لم يتمكنوا في هذا اليوم بالتحديد للوصول، فرغم من أن الأجواء التي تشاهدونها على الفضائية ليست الأجواء مشحونة بذلك الشكل، عندما تخرج القاعة الجانبية تجد جميع النواب جالسين مع بعضهم، الجميع يتشاور، هناك الابتسامة وهناك المرح، لا يوجد ذاك الشحن الذي يتوقعه البعض. الجلسة كانت طبعا مرتقبة من الشارع الليبي لأهمية الموقف، نحن نعلم يا سيد أحمد الآن الكرة رميت في ملعب مجلس النواب، مجلس النواب يجب عليه أن يخرج ويرمي الكرة للجهة الأخرى. طبعا هذه الجلسة أتت وهذا الموضوع هذا كله أتى بناء على الجمود اللي كان حاصل في الفترة الماضية، ومن ثم تحركت دول الجوار وحلحلت بعض المواضيع والتقت مع العديد. طيب أستاذ صالح قلم، فقط فيما يتعلق بالعدد، أنت ذكرت أنه تقريبا 110 وربما يكون هناك عدد أكبر تمكنوا من الدخول بعد أو إضافة إلى هذا العدد، عفوا حديث عن 114 وهناك من ذهب إلى حتى الحديث عن 120 عضوا، الكثير استغرب من هذا العدد الكبير للأسف على أنه حالة استثنائية، هل يكتسب أو تكتسب عملية اختيار فريق مجلس النواب في الحوار أو الممثل له في الحوار كل هذه الأهمية؟ يعني عملية اختيار الفريق هي أكثر من القضايا الأخرى أو مشاكل الناس التي تؤرق المواطنين الليبيين والتي من المفترض من البرلمان أن يناقشها. للأسف هذا حصل، وحتى أنا شخصيا يعني استغرب هذا، لماذا هذا العدد لاختيار 15 عضو، لماذا لم يأتون لطرح القوانين، ولماذا لم يأتون عندما نناقش القوانين ونناقش الحالات الصعبة، ولكن يبدو أن الموضوع أخذ بعد آخر وبعد جوانب أخرى تدخلت فيه وأخذ صدى معين فتواجد هؤلاء النواب، وهناك من النواب حتى من أتى ولكن ليس لديه هذاك الغاية، عندما يحاول أن يسهل لزملائه النواب لكي يخرجوا من المشهد.
وايضا تصريح السيد الرئيس في الاسبوع الماضي ودعائه اليهم اكيد اثر في المشهد اكثر. ثانيا يجب ان يتحمل المسؤوليات وقد يكون ادركوا بذلك المسؤوليه، نرى الايام القادمه ماذا يحدث، ولكن هذا اللي حصل نهار هذا اليوم، ونحن الان لا نركز على هذا العدد ولماذا اتوا او لم ياتوا، ولكن نركز على لب الموضوع وهو هل بالامكان الخروج من هذا المشهد الذي رايناه اليوم نهار يوم الغد ام لم نتمكن من الخروج من هذا المشهد. ولذلك اتوقع انا حتى نهار يوم الغد ممكن سنجد صعوبة في الخروج من هذا المشهد. وأيضا نتوقع السيد الرئيس يكلف عدد من أعضاء، يعني أنت تتوقع أستاذ صلاح قلمة أنه حالة الشحن التي وصفتها بأنها طبيعية أو حالة حتى التلاسن أو الصدام التي شاهدناها اليوم في البث المباشر لجلسة مجلس النواب أن تستمر كذلك اليوم الغد، خاصة أن هناك وجهات نظر متباينة جدا من عملية اختيار أو آلية الاختيار كيف ستتم، تتوقع أن يترحل أو يرحل هذا الخلاف لجلسة يوم الغد كذلك، وأن تختم أو يختم هذا الخلاف السياسي عن طريق اختيار رئيس مجلس النواب للفريق الممثل للبرلمان في الحوار 15 عضوا المنتظر اختيارهم، سوف يقع عملية أو تقع عملية الاختيار على المستشار عقيلة صالح؟ والله هي طبعا هناك عدد كبير من النواب لا يعارض اختيار السيد الرئيس نتيجة لوعيهم وإدراكهم لما يحصل في مجلس النواب وصعوبة الخروج بآلية معينة أم تصويت أم دوائر، ولكن حتى الذي يوافق على اختيار الرئيس لديه شروط، يجب أن المرة في هذه المرة بالتحديد يجب أن تكون هناك توابط وهناك اتفاق وهناك فريق واحد يخرج من البرلمان لكي يجلس مع الفريق المناظر ولا يتصرف ولا يزكي ولا يسمي ولا تحدث منها، يجب أن تكون هناك شروط محكمة ليهم. لذلك لأن عامل الثقة أنت عارف نحن الثقة مفقودة عندنا الشعب الليبي كامل ليس نحن حتى أعضاء مجلس النواب، وهذا ما مؤثر كثيرا على المشهد، ومن خلال الممارسات السابقة التي حصلت سواء في لجنة الحوار السابقة أو لذلك يجب أن ونصيحتي للزملاء يجب أن يتداركوا الأخطاء السابقة ويتلافوها، ومرحلة حساسة ويجب دراسة أي مقترح أو دراسة أي تعديل لأن هناك الكثير من المغالطات وأخاف أن تحدث حتى الآن. طيب اسمح لي فقط أن أعود لأرحب الآن بدكتور أبو بكر بعيرة، ابقى معي أستاذ صالح قلمة سوف أعود إليك. أرحب الآن بدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب ضيفي عبر سكايب من مدينة طبرق. دكتور يعني اليوم فيما يتعلق بعدد الحضور كذلك الكبير الذي لفت انتباه الكثير من المتابعين أو من المواطنين، حديث على 114 أو حتى 120 عضو، برأيك لماذا أو ما السر وراء هذا الحضور الكبير، الأمر الذي لم يكن ممكنا في جلسات سابقة كانت تناقش قضايا أخرى ربما تهم المواطنين أكثر؟ مرحبتين أستاذ أحمد، أحييك هذا المساء، أحيي ضيوفك الكرام، أحيي مشاهديك جميعا. السر وراء ذلك واضح كما أشار الزميل الأستاذ صالح قلمة، السر هو أن رئيس مجلس النواب ذكر الأسبوع الماضي أنه إذا لم يحضر العدد الكافي من النواب فسوف يقوم هو نفسه باختيار اللجنة. والكثير من أعضاء البرلمان كما هو واضح يتهمون رئاسة المجلس دائما بأنها تنفرد بقرارات وأنها تغيب النواب، وبالتالي لم يريدوا هذه الفرصة أن تفوت عليهم وأن يتم اختيار اللجنة عن طريق رئيس البرلمان فقط، لأن هذا عمل غير ديمقراطي ولا يتفق مع طبيعة عمل مجلس النواب. على كل حال، وقضية الحوار أصبحت زي شبه الحالة المرضية عن مجلس النواب، أنا عصرت الحوار من بداياته، وللأسف بالرغم أن الحوار بدأ ناجحا نجاحا كبيرا ولكن هناك أطراف في مجلس النواب عرقلت هذا الحوار وأدخلتنا فيما نحن فيه الآن، فلابد من أن تكون النوايا صافية، أن نبتعد عن المصالح الشخصية والبحث عن المناصب والأشياء هذه، والحوار يعني ما هوش زردة اختار واحد من كل دائرة والله اختار، الحوار له اشتراطات، الحوار لابد أن يكون الشخص الذي يختار لهذه اللجنة أن تتوفر فيه الكثير من المواصفات، لابد أن يكون لديه إلمام وخبرة كافية في حياته حتى يستطيع أن يحاور الآخرين، قد يكون من المفضل أن تكون لديه على الأقل لغة أو لغتين من اللغات الحية بحيث يستطيع أن يفهم طبيعة العالم الآخر ويتحدث معاه، أن تكون لديه مهارات شخصية نتيجة لمثل هذه الأمور كلها بحيث أنه يستطيع أن يسير عملية الحوار، لكنك تجيب أشخاص عن طريق الصدفة
للحوار، يا اما لان الدائره جابته او لان الاقليم جابه او غير ذلك، يعني هذا امر حقيقه غير مفيد وسيدخلنا يوصلنا الى نفس الاشكال. يعني عشان نخص لك الموضوع، احنا المرحله الاولى من الحوار رغم كل ما يقال عن لجنه الحوار السابقه زورا، وصلنا الى نجاح باهر اعتقد انه اوغر صدور البعض مما جعلهم يقفون في طريق الحوار ويحاولون افشال اللجنه السابقه، فعلا اوصلونا الى الفشل. بعد ان توصلنا بعد السنه الاولى من الحوار توصلنا الى المسوده الرابعه برئيس ونائبين وعدم دخول الميليشيات المجلس الرئاسي وعدم دخول الاحزاب السياسيه المجلس الرئاسي، ووضع شروط صعبه جدا، اجتمعت اطراف من البرلمان. طيب من يا دكتور ابو بكر بعيدا لنتحدث بصراحه، من الذي تحمله المسؤوليه على ما وصفته بافشالكم في لجنه الحوار السابقه؟ لا اريد ان اشخصن الامور، ولكن عندما وصلنا الى مرحله الحوار في السنه الاولى في اكتوبر 2015 تم استدعاء اطراف، اجتمع اليون مع ثلاثه اطراف من البرلمان في القاهره وقلبوا طاولة الحوار رأسا على عقب، غيروا ترشيحات البرلمان التي سبق وأن بعثها عن طريق النواب إلى لجنة الحوار، غيروا المجلس الرئاسي من 3 إلى 9، وهذا هو ما أقصده بالتآمر على الحوار. هذا هو ما أفشل الحوار، ولا يقولوا الآن لجنة الحوار في أطراف عملت كثيرا على إفشالها من داخل البرلمان، وهذا الكلام طبعا موجود ومعروف لدى الجميع. فالقصة البرلمان لابد أن يبين ماذا يريد البرلمان من هذا الحوار. أنا شخصيا من تجربتي السابقة أرى أن البرلمان ليس له طريق واضح، الكثير من الأعضاء يحسب البرلمان نزهة أو زردة أو نزول في فنادق أو سفر وما إلى ذلك. يعني أنا مستغرب، يعني لما كنت في الحوار كان الكثير من الأعضاء يطلبون مني أن ألحق أسماءهم بلجنة الحوار، لم يكن هذا من صلاحياتي، ونقلت وجهة نظرهم إلى المندوب السابق الأسباني ليون، وهو تبين أن من أكبر المتآمرين على عملية الحوار ومن أدوا إلى إفشالها والأسف بحثا عن مصالحه الشخصية. هؤلاء الأعضاء للأسف الآن ينتقدون لجنة الحوار مع أنهم جروا كثيرا وراءها لكي تلحقهم بالحوار ولم يستطيعوا ذلك. فأطلب من زملائي أن يكونوا موضوعيين، أن ينظروا إلى مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر، يشوفوا معاناة الليبيين. يعني أنا أجد من الصعب جدا على الليبيين أن يعيشوا فترة حوار جديدة بعد اللي عاشوه في السابق وفي ظل حياتهم المتدنية مستوى المتدنية الذي نراه الآن. ولذلك لا أعتقد أن المجتمع الليبي يحتمل الآن الدخول في مرحلة حوار جديدة أخرى تأخذ سنة أو سنة ونصف أو سنتين وما إلى ذلك. نعم أحمد، لكن دكتور يعني عملية، أنت تعتبر الآن عملية تشكيل المجلس أو التخريب تم بعد الإعلان إعلان ليون عن المجلس الرئاسي الخماسي وليس قبله؟ نعم. أنت الآن تصف أو تتحدث على عملية التخريب في تشكيلة، نعم التخريب التسعة. تم كالآتي، استدعوا ليون إلى القاهرة، اجتمعت به 3 أطراف من البرلمان، طلبوا منا أن يغير ما توصلت إليه لجنة الحوار، يغير المجلس الرئاسي من 3 إلى 9، طلبوا منا عدم الاعتداد. لكن قبل ذلك ليون أعلن الأسماء، أعلن تشكيلة المجلس الرئاسي الخماسية يا دكتور. نعم. هل كانت هذه صحيحة أو جيدة؟ لا غلط، هذا هو تخريب الحوار الذي أشرت إليه. قد يكون وراء مصالح شخصية الله أعلم بالنوايا، ولكن هذا هو ما خرب الحوار فعلا. يعني أنا حتى بعض الزملاء استغرب في هجومهم على لجنه الحوار السابقه مع انها ادت ما عليها بالرغم من المحاوله التخريب الداخليه اللي تمت فيها والاطراف النواب كلها عارفه بذلك، لكن مع هذا وصلت الى نتيجه جيده وهي المسوده الرابعه، وكان فيها استنصاف صعب على دخول الرئاسي والحكومه، كان فيها ضروره خروج الميليشيات من العاصمه طرابلس، ان يوفي المجتمع الدولي بالتزاماته وهو مقصر في ذلك كثيرا، هذا كله ضرب به عرض الحائط وأتي بطريقة جديدة وأعطي ليون صلاحيات وهجي طلع وقرأ الأسماء وكأنه حاكم لليبيا وقرأ أسماء الوزارات، وكان حتى يكسر فيها بالعربي لأنه لا يعرف اللغة العربية، وكان مشهد عبثي ومضحك وللأسف. نعم. طيب لكن أنتم من كنتم في لجنة الحوار، والكثير يقول أن لجنة الحوار تتحمل المسؤولية، إن كان ليون يتصرف بهذه الطريقة ويتعامل على أنه رئيس لليبيا فأنتم الذين تلاموا على ذلك يا دكتور، أنتم الذين سمحتم له بأن يتغول لهذا الحد. أخ
احمد ما خلاه. شوف احنا في احدى مراحل الاجتماع الاولى دخلنا لما كانت اللجنه هي الوحده وكانت منتخبه من البرلمان وتؤدي في مهامها، دخلنا في اجتماع وبعدين طلعنا محضر جابوا لنا المحضر قريناه لقينا في السطر حط ليون لا يمثل الحقيقه. طلعنا له وقلنا له هذا السطر كيف حطيته؟ قال والله جابوه الجماعه من الجماعه، وكان سطر يتعلق بحكم المحكمه. احنا جلسنا وناقشنا امور الحوار واذا بالمحضر يقول وقد تطرق الحاضرون او المشاركون في الاجتماع الى حكم المحكمه المتعلق بمجلس النواب. قلنا له نحن لم نتطرق الى حكم المحكمه لا من قريب ولا من بعيد ولا نعترف به، والله وجهه تغير زي ما يقول الليبيين قاعد زي الليمه المعصوره، واصر ان تبقى واحنا اصرينا على طيب. ان هي تنشال الفتره طيب دكتور. نطلع من الحوار. لجنه الحوار يا دكتور الان وكذلك المستشارين الذين كانوا معكم في فترة سابقة كانوا يحذرون من ليون ومما يسمونها مؤامرات ليون ومن تدخل وتغول برناردينو ليون ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة. أنتم كنتم ترفضون ذلك، أنت شخصيا دكتور كنت ترفض ذلك، وعملية حتى اتهامك لليون لم تتم قبل، يعني هؤلاء سبقوك في اتهام ليون، أنت ربما ذهبت لتنتقد ليون وأداء البعثة الأممية بعد الإعلان عن التشكيلة تشكيلة المجلس الرئاسي الخماسية، وتعرف أنه ثلاثة نواب لي رئيس ووزيرين، وبطبيعة الحال لم يكن وقتها اسمك مذكورا رغم أنه كان الكثير يتحدث عن أنك كنت مرشح. فرصتي الآن تحدث؟ نعم دكتور فرصتي الآن. نعم 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 إليك السؤال. لا اللي حصل الآتي يا أحمد. أولا أنا لا أمس ولا أول أمس ولا قبلها ولا بعدها عمري ما كنت متمسك بأي منصب، هذه تأكد منها ونقولها من كل قلبي، والناس اللي يعرفوني يعرفوا مدى صدق هذا الكلام. أنا رشحت أولا، أنا رشحت من مجلس النواب وكان ملفي الأقوى، حتى بعد ما تم اختيار الخمسة بعث لي اليوم برسالة يتأسف لأن اسمي لم يكن ضمن التشكيلة، والرغم أن ملفي كما قال كان أقوى الملفات المطروحة، ولكنني رددت عليه بأسلوب أفهمت فيه بأنه تدخل في شؤون ليبيا أكثر مما ينبغي، وهذا خطأ ما كان ينبغي له أن يرتكبه لولا أن بعض أطراف مجلس النواب أعطته هذه الفرصة ومنحاته هذا الحق، وبالتالي شعر أن يده مطلقة. بالنسبة للجنة الحوار المستشارين اللي تحكي عليهم حضرتك، احنا أول جلسة للجنة الحوار كنا في جنيف، رئاسة البرلمان بعثت شخص آخر لا علاقة بجلسة الحوار جالس معنا. طيب. دار تقرير غير تقرير وليد الله وفيه مغالطات. تتحدث عن السني دكتور؟ الحوار تتحدث عن السني؟ نعم. من الشخص الذي تتحدث عنه الآن والذي تم إقحامه في الحوار؟ حديث لا أود الحديث عن الأشخاص. المهم قلت لهم بأن يبدو أن رئاسة المجلس ليس لها ثقة في لجنة الحوار بدليل أنها بعثت بشخص يحضر لجنة الحوار ويقدم تقارير منفصلة عنها، وبعدين صار خلاف بين الرئاسة بين هذا الشخص وتم إخراجه. طيب. لما جت لجنة الحوار الأخرى كان عندنا عليها تحفظات. أولا ما كان ينبغي أن نعطى مستشارين في لجنة الحوار إلا بعد أن يتم استشارة اللجنة، نحن لم نعرف شيئا عن الإخوة المستشارين، فيهم وجوه طيبة وكثيرا نعرفوها، ولكن فيهم ناس عندهم ارتباطات بدوائر سياسية معينة وبأحزاب سياسية معينة، وقد شعرنا بانهم قد اتوا ليخرب الحوار، وبالتالي اتخذ رئيس لجنه الحوار النائب الاول لرئيس البرلمان اتخذ قرارا بحل تلك اللجنه، واعتقد انه كان مصيبا في هذا القرار. طيب دكتور انت الان تدعو لي ان تكون او يكون هناك شروط في اختيار لجنه الحوار القادمه او الفريق الممثل للبرلمان في الحوار القادم. الان ذكرت من بينها على سبيل المثال مهارات شخصيه أو خبرات سياسية وكذلك اللغات، هذه الشروط كانت متوفرة في الفريق الأول أم لا؟ أحيانا متوفرة أحيانا لا، لأن لم توضع شروط أساسا، يعني يمكن بعض الناس يقيم هذه الشروط بالصدفة. أحد أخطاء مجلس النواب في تشكيل لجانه كلها في حوالي 20 لجنة، 20 لجنة لم توضع لها شروط إطلاقا على من يشارك، وبالتالي خرجت اللجان أناس لا علاقة لهم بتخصصاتها، وهذه اللجان أثبتت الأيام أنها فشلت، ليست لجنة الحوار اللي فشلت، وإنما أغلب اللجان الأخرى البرلمانية وللأسف أساءت إلى الإدارة الليبية وفشلت فشلا ذريعا، ولكن زي ما قلت لك الحوار أصبح زي الحالة المرضية عن مجلس النواب. طيب. كثير من الأعضاء أصبح عندهم زي الحالة المرضية لا يتحدثون إلا عن مجلس طيب. والانتقاء
غير دكتور، اليوم شاهدنا كذلك خلافات كبيرة داخل مجلس النواب وآراء متباينة حول آلية الاختيار، وأنت الآن تطالب بأن يكون هناك شروط للاختيار أو معايير كذلك تتوفر في الفريق القادم، إلى جانب الحديث بعد ذلك عن آلية الاختيار. لكن الآن في سيناريوهات مختلفة أو في توجهات مختلفة أو في مطالب مختلفة لأعضاء مجلس النواب يدور حولها الخلاف، هذا ما شاهدناه في جلسة اليوم، جلسة البرلمان اليوم. هناك من يرى أنه يجب أن يكون هناك الاختيار على أساس الأقاليم أو على أساس الدوائر، وهناك حتى من يطالب هيئة الرئاسة بأن تقوم بالاختيار. أنت إلى أي هذه الآراء تميل أكثر دكتور؟ البرلمان يتم اختراعه بعدين أكثر 10 أو أكثر 15 يتم اختيارهم، هؤلاء يكونون هم لجنة الحوار. نعم. أنا لا أؤمن لا بكوسة نسائية. إن شاء الله تطلع لجنة الحوار كلها نساء مرحبا بيها، المهم أن تكون على الكفاءة، تكون كلها رجال مرحبا بها، لكن أن لازم نحط مرأة ولازم نحاول نحط مش عارف من ولازم نجيب معاق ولازم يعني هذه كلها الصراحة اشتراطات لا تؤدي إلى حوار ناجح، لا أتوقع النجاح لهذا الحوار القادم. طيب ابقى معي دكتور، أعود إليك أستاذ إبراهيم بالعمران وأرحب بك الناشط المدني. أستاذ إبراهيم، كيف تابعت جلسة مجلس النواب أو كيف رأيت جلسة مجلس النواب وهذا الحضور الكبير لأعضاء مجلس النواب لمناقشة اختيار فريق جديد للبرلمان في الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك الدكتور أحمد وأحيي ضيوفي الضيوف الموجودين معنا وأيضا الأخوة الموجودين في طبرق في مجلس النواب. الحقيقة نحن الشكل الحوار أساسا الجلسة اليوم كأنهم جايين لغرض معين، أنهم بعض المجموعات بتحاول أن تلتحق في لجنة الحوار، وهذا ربما السبب الرئيسي في وجود 110 أو 114 أو 120 عضو. يعني دائما البرلمان يلتئم بهذا العدد عندما يناقشون المرتبات أو المزايا أو السفر أو ولكن القضية لا يهتمون بقضية الوطن. أنا كان تمنيت نفس الكلام اللي بديت فيه دكتور حضرتك، اللي هو قضايا التي يعاني منها المواطن. يعني شاهدنا الحقيقة ضعف في أداء مجلس النواب خاصة في المرحلة الأخيرة، وعدم اهتمامه بمعاناة المواطن الليبي والصراعات التي تحدث الآن، وقضية الميليشيات والوطن والمرتبات، وحتى المسائلة كانت ليست في المستوى المطلوب. إذن هناك في حقيقة عدم جدية، مع احترامنا نحن وضعنا أصابعنا لكي نختاروا ممثلين في مستوى المسؤولية سواء في مجلس النواب أو قبل في مجلس المؤتمر الوطني أو من خلال لجنة الستين. حقيقة الاختيارات ما كانش في المستوى احتياجات المواطن، بل أزج يعني هذا مشاكل في حياة المواطن. ليش؟ لأن نحن كان الحوار أساسا في الأساس كان ما بين الحوار غدامس واحد واثنين، كان بين الناس المختلفين الغير موجودين اللي رافضين الحضور إلى طبرق. لما صار الدواعي الأمنية الدكتور أبو بكر تكلم عليه، بنغازي وطرابلس في عدم انعقاد المؤتمر، وأن اللائحة تقول أن الانعقاد لابد أن يكون في بنغازي، ولكن لظروف أمنية منع الانعقاد من بنغازي. كان يفترض الحوار ما يكونش حتى في الخارج، وهذا قلناه في السابق، يعني سابق تحدثنا في أكثر من قناة وقلنا الحوار يجب أن يكون داخلي، حوار ليبي في الداخل، مع من؟ مع الناس الغائبين، ليس المؤتمر الوطني. ولكن نظرا لضعف أداء البرلمان حقيقة اللي يعقد فقط في جلسة في يومين في الأسبوع، فهمت، ومش مهتمين وأغلبهم يتواجدوا خارج الوطن. يعني اليوم جلسة اليوم كان يفترض أن تستمر، لا ترفع الساعة 2:30، كانت تستمر حتى الفترة المسائية. لماذا يعني لنا 3 شهور نناقشوا في لجنة الحوار؟ هل نمشوا مع اللجنة المصرية حوار 15 مقابل 15؟ من هم 15؟ ال 15 الصحيح ليس المجلس الاستشاري، بل يفترض جمع كل الأعضاء اللي كانوا في المؤتمر بما فيه مجموعة 94 اللي نعتبرهم وطنيين. الحقيقة كانوا 2 أو 3 ربما كانوا رافضين الحوار خارج الوطن، من بينهم نتذكر الدكتور يونس فنوش والدكتور أبو بكر الغزالي، لكن الجميع كلهم كانوا متهافتين، وكان البرلمان هو أساساً
ان 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 يطالب في الحوار يكون خارج الوطن يعني في الصخيرات او غيرها من المدن. وتم الاختيار اساس ان ناشطين وناشطات ومجتمع مدني ما همش لا يمثلوا القاعدة الشعبية داخل الوطن. حتى الأحزاب التي مثلوها لا تمثل الأحزاب، وربما تكون الأحزاب سواء التحالف أو العدالة هم سبب رئيسي في الأزمة اللي نحن موجودين فيها الآن. نعود لجلسة اليوم. الحقيقة جلسة اليوم وجهة نظري هم بعض الأعضاء يريدون فقط مجرد التحدث، لأن هناك نقل مباشر، واليوم النقلات يجي 4 قنوات فضائية ليبية، والحقيقة في وحدين يتكلموا في يعني لما تكون أنت عضو مرشحتك دائرة معينة على الأقل تحمل هموم هذه الدائرة. يفتر أنك ترجع للدائرة، الدائرة أنا أغلب السكان أغلب الليبيين يبون الأمن والأمان داخل الوطن. في بعض اليوم يعني تلاعب عرف نفسه يا أستاذ إبراهيم على أنه نائب عن الأمة الليبية وليس نائب عن دائرة. طبعاً هو أول مرة يجي في وحدين، أول مرة يظهروا اليوم. لماذا؟ لأن مقصودين ربما زي ما ذكر الدكتور أن بعض الأشخاص يعبر لهم أغراض شخصية وفوائد شخصية، زي الحالة زي الحكومة، مع احترام حكومة المؤقتة هذه كل أعضاء الأغلب الأعضاء في البرلمان يتهافتون على المناصب والوظائف ودون دراية. حتى اللغة اللي يحكي عليها الدكتور أبو بكر، أغلب السفارات متاعنا في وحدين ليسوا في المستوى المسؤولية. يعني هذه قضية الأداء لو في جدية زي ما نشوفه في البرلمانات العالمية نختلف ونحترم، لكن نحن قضيتنا قضية توافق، عدم وجود توافق. يعني مثلا السيد المجلس الرئاسي السراج هذا كان عضو في البرلمان، يعني ما اختاروش البرلمان، لكن عن طريق لعبة، عن طريق عضو أحد الأعضاء اللي حضروا الاجتماع من المستقلين تم الزج بأسمه. هو غير معروف، ما عندهش تاريخ حتى سياسي والله يقدر يقود دولة للأسف الآن. لا. الآن العالم كله معترفين به، تبي والله ما تبيش. اليوم عندنا حكومة أمر واقع، عندي اليوم السراج موجود في أوروبا يتخاطب باسمه والعالم كله يخاطب. نحن قضيتنا الوطن زي ما كانوا الليبيين زمان وجاهدوا سنوات واستطاعوا أن ينجزوا دستور في وقت وجيز واستطاعوا أن يمثلوا الليبيين. أنا أرفض أي حوار في الخارج. طيب. لو تم الحوار يا دكتور ما أنت حاور مع من توا؟ أنت حاور مع المؤتمر الوطني، ولو أن هم اثنين. بعد قليل سوف نسأل الحوار مع من أصلا وفقا حتى للورقة المصرية. اليوم سوف يختار أو غدا ربما 15. سوف يختار مجلس النواب 15 عضو ممثل له في الحوار. الطرف الآخر 15 عضو الآخرين. من هو الطرف المقابلين الآخر؟ من هو؟ مؤتمر ولا مجلس دولة؟ وثيقة مصر. طيب. الطالب المجلس الرئاسي وليس المؤتمر الوطني. طيب. معناها اعترفت أنت بالمجلس الاستشاري قصدي. طيب. دعني أسأل فقط. معناها اعترفت دكتور عاطف حسية. دكتور الآن في قبل أن أسألك مع من يتحاور البرلمان أسألك عن السيناريوهات المختلفة التي تطرح اليوم في البرلمان للاختيار، أيها تراه أكثر عدالة، عملية التصويت بالأغلبية أم حديث عن الأقاليم التاريخية الثلاث أم هيئة الرئاسة ولا الرئيس هو الذي يختاره؟ هو الآليات اختيار المجموعة اللي تحاور يعني تستدعي من تحاور وفي هدف، ما هدف التحاور أصلا؟ هدف التحاور كان في الأساس هو تجميع الوطن تحت راية تشريعية واحدة وحكومة واحدة، بغض النظر على أهداف هذه الحكومة أو التشريعات والقوانين اللي تحمي قصة الأقاليم والأقليات وغيره وغيره. الهوة والفجوة الفهم اللي ما بين السادة النواب في مجلس النواب وما يحدث على الأرض مخيفة بصراحة. أنا أقول بأن السيناريو بغض النظر على السيناريو من يختاره هو كله يعني مبني على من يختار شنو بيوصل، لأن هم إذا كانوا بيختاروا الداعمين والله بيختاروا المعارضين والله الواضح بأن حتى الداعمين عندهم تحفظات على المجلس الرئاسي وغيره وغيره، فما فيش توحيد للرؤى أصلاً بيش تنقل لمجلس النواب. إذا كانهم يبوا والله مجموعة من المفاوضين مهنيين بدون هم مهنيين يعني زي ما قال دكتور أبو بكر معيرة بأن يقوموا بتجميع هذه الأهداف وينقلوها داخل جلسة الحوار بمهنية وباستراتيجية حوار وكأنك داخل في 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 عقد صفقة، وهذا هذه لجنة الحوار هذا دورها
هذا دورها مهني بحت، لكن ما هيش نقل الآراء. نقل الآراء المجلس النواب ينقل آراء ويعطي مسودة، والله يعطي وثيقة مكتوبة لأعضاء هذه اللجنة لمناقشتها. أنا المشكلة الأساسية في السيناريوهات المطروحة البين بيننا في خلاف على 4 نقاط رئيسية: إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، إعادة هيكلة المجلس الأعلى للدولة، إلغاء البند 8 أو النقاش في البند 8 اللي هو متعلقة بالجيش الليبي، وإعادة هيكلة لجنة الحوار. تخيل في ناس حاطين إعادة هيكلة لجنة الحوار بعد 3 ولا 4، هذه واحدة من المقترحات اللي أعتقد من سيد عبد السلام النصير. يا الـ 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 المشكلة بأن يسيبوا الجلسات ويسيبوا الوقت هذا كله السادة مجلس النواب وكأنهم فيه هو بينهم وبين حتى الشعب الليبي. أنت جاي 120 عضو والله حتى 110 عضو جاي وكأنك تصعد، ردينا المسل قصة التصعيد الأول، من يمثلني أنا في الصفرة برا؟ وسيبوا الوقت هذا كله بينهم يجلسوا مع بعضهم يخرجوا برؤية مكتوبة على الورق بالتنسيق ما مع على الواقع على الأرض. ما فيش واحد منهم تجرأ أو تشجع بأن يعطي على الأقل الدراسة شنو اللي بيلعب الواقع. رأى الحوار من سنة ونص فاتن ولا من سنتين، الوضع تغير توه. اللي يعتقدوا بأنهم أقوياء في ذلك الوقت ممكن يكونوا ضعفاء، الحوار يختلف. اسمح لي الآن أستقبل الأستاذ عبد المنعم بالكورة، عضو مجلس النواب، ضيفي عبر الهاتف من طبرق. أستاذ عبد المنعم أهلا بك. الخير سيد أحمد لك ولمتتبعي قناة ليبيا الحديث. حدثني عن رأيك سيد عبد المنعم فيما يتعلق بسير جلسة مجلس النواب اليوم وإدارة الجلسة. الكريم حقيقة يعني عقد مجلس النواب جلسة خلال هذا اليوم لم يتم التوصل إلى رؤية نهائية حول اختيار الحوار. يعني السيد رئيس مجلس النواب لم يحسم الأمر هذا الموضوع داخل القاعة. هناك العديد من التوجهات داخل القاعة. أعتقد أنه كما ذكر متحدثك قبل قليل، هناك من يدعو إلى أن تشكل لجنة الحوار على الأقاليم التاريخية، وفي تصوري لا أعتقد أن هناك مشكلة بين الأقاليم أو أن الصراع هو صراع بين الأقاليم. الحقيقة أن الخلاف هو خلاف سياسي بين الأطراف. مجلس النواب انقسم بين مؤيدا للاتفاق السياسي ومتحفظ على بعض نصوص الاتفاق. الآن أصبحت هناك قناعة راسخة بين أعضاء مجلس النواب أن الاتفاق السياسي يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات على نصوصه، وبالتالي يعني لابد أن نطبق أسس الديمقراطية داخل مجلس النواب في خصوص اختيار لجنة الحوار. أنا في تصوري إذا كان مجلس النواب يتكون من مجموعة من الأعضاء القابلة بنصوص الاتفاق السياسي وأيضا بعض الأعضاء المتحفظين على نصوص الاتفاق السياسي، وبالتالي إذا ما لجأنا إلى طريقة الانتخاب الحر المباشر فإن هذه اللجنة سوف تعبر بكل حيادية عن كل الآراء الموجودة داخل مجلس النواب. بما أن هذه اللجنة تمثل مجلس النواب مكتملا فأنه لا يحق بأي حال من الأحوال أن يتفرد رئيس مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة، لأن هذه اللجنة تمثل مجلس النواب ولا تمثل رئاسة مجلس النواب. نعم سيدي. طيب المتحدث باسم البرلمان يتحدث وفقا للائحة الداخلية أن استمر الخلاف الذي رأيناه اليوم داخل المجلس ليوم الغد، الجلسة علقت ليوم الغد الآن، أن استمر. وكذلك حتى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لوح بهذا الأمر وقال أن استمر خلاف من صلاحياته عملية اختيار الوفد الممثل للبرلمان، أنه أصل عملية الجلسة اليوم هي للاستئناس، يستأنس لرأي البرلمان وأن القرار هو لهيئة الرئاسة. سيدي الكريم، في النظام الداخلي لمجلس النواب لا يوجد أي نص ينص على أن رئيس مجلس النواب يتفرد باتخاذ مثل هذه القرارات. يعني هذه اللجنة هي لجنة برلمانية، هي لجنة تمثل شان وطني مهم جدا، وبالتالي لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يتفرد مثل هذا القرار. وكما نعلم في السابق أن اللجنة السابقة التي خاضت الحوار السابق هي لجنة منتخبة من قبل نعم. طيب
يبدو أنه في مشكلة في الاتصال مع الأستاذ عبد المنعم بلكور، سوف أعود إليك، لكن مشاهدينا الكرام مضطر الآن كذلك ضيوفي أن أنتقل إلى فاصل قصير ثم يتجدد اللقاء، تفضل بقائي معنا. نحن جنودنا وحتى القوى الساندة كانوا استوعبوا القتال بسرعة وقاموا بعمل يعجز عنا أقوى المقاتلين في الدول الأخرى. لعلمكم أن جنودنا اللي قاتلوا في بنغازي هذا ستدرس في التاريخ، لأن ما فيش مكان تعرض لخطر مثل ما تعرض بنغازي، ولكن نحن لم نرضى أن نعلن أن هذه المدينة تحررت تماما إلا بعد ما إزاحت هذه الغمة تماما حتى لا يبقى من يلغص على حياة مواطنين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة، وأنتقل مرة أخرى إلى مقرر مجلس النواب الأستاذ صالح قلم. أستاذ صالح، الآن حدثني على هذا الخلاف الذي يدب حول صلاحيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، هل يحق له اختيار الوفد الممثل للبرلمان في الحوار وفقا للائحة الداخلية أم لا؟ لا، هو طبعا وفق اللائحة الداخلية لا يوجد نص بهذا عملية تشكيل الوفود. نعم، عملية تشكيل الوفود في اللائحة الداخلية، هل ينطبق ذلك على الوفد الممثل للبرلمان؟ يمكن أن يكون الأمر مساوي في هذه الحالة. يا سيد أحمد، الموضوع نأخذه في دفعة واحدة، لا ندخل داخل السطور. في مجلس النواب في اللائحة الداخلية لا يوجد هذا، والسيد اللي تحدث قبلك السيد عبد المنعم من الناس الذين أعدوا اللائحة الداخلية، ولكن السيد عقيلة قالها بصورة واضحة، قال أنا سوف أخذ القرار وأتحمل المسؤولية، وكلمة أتحمل المسؤولية دليل على أن ليست هناك نص صريح يقوله بهذا. وهناك من اتفق أن مجموعة الرئاسة النائب الأول والثاني والثالث يهدون الأمر حبوا أن يطلع من الرئاسة مكتبة وليس من الرئيس هذا، لكن كلمة أنا أتحمل المسؤولية يعني هذه كافية، والسيد المستشار هو رجل خبير في القانون طبعا، قد يكون يتحمل المسؤولية في هذه المناطق المواضع الحرجة، وهذا حصل في كثير من الدول في مثل هذه الحالات عندما يكون مصير الوطن معلق في شيء معين. وثانيا أريد أن أوضح نقطة أخرى مهمة جدا عن موضوع 15. طبعا هو عندما كان هناك جمود في الحراك السياسي طبعا تحركت دول الجوار ووصلنا إلى البيان المصري، البيان المصري أشار إلى 15، ولكن حتى لا نقع في المغالطات مستقبلا ما تشير إليه دول الجوار 15 من ليس المؤتمر الوطني، من المجلس الأعلى، باعتبار أن هناك مادة داخل الاتفاق السياسي هناك تشكيل لجنة غير محدودة العدد ما بين المؤتمر عندما يكون هناك فتح للاتفاق السياسي والتعديل، ولكن نحن نستعد أيضا، هناك أصوات كثيرة في مجلس النواب تريد مع المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني المنتخب يوم 7/7/2012، فهناك هذه أيضا النقطة يجب أن تضع في عين الاعتبار ويجب أن نركز عليها. المنظور العام نحن الآن كمجلس نواب عندما تحرك هذا الجمود يجب أن نجهز لجنة، وبعد تجهيز اللجنة طبعا سوف تكون هناك شروط وسوف تكون هناك مع من نجلس وهناك مع من متحدث. أنا أرى من وجهة نظر الشخصية الآن الهدف هو تشكيل اللجنة، طيب، وما بعد ذلك سوف نناقش في تلك الأمور الأخرى، هل تكون اللجنة تجلس مع المؤتمر الوطني أم تجلس مع الـ ما يسمى بالمجلس الأعلى. ما هو يا أستاذ صالح قلم، حتى حديث الدكتور أبو بكر بعيره منذ قليل أنه المشكلة الأكبر لا يجب أن تكون آلية الاختيار بل المعايير أو شروط التي يجب أن تنطبق في هؤلاء الأعضاء أو في هذا الوفد، اللغة على سبيل المثال، المهارات الشخصية، الخبرة السياسية، كل هذه الأمور يجب أن تتوفر في الوفد القادم. والله يا سيد أحمد بالأسف نحن لدينا ثقافة عميقة وثقافة نقولها أنا بالعامية، كل يمد الواحد يمد رجله أكثر من الفراش متاعه، يعني إحنا من أيام المؤتمرات الشعبية والمرابيع والتكوليف لا توجد المواصفات والكفاءات في القيادات الليبية من ذلك الوقت، واتجهنا بنفس الآن هناك من ينتقد والبرلمان كل الليبيين عندما تأتي بهم للبرلمان نفس الحالة، أقول هذيك نفس الحالة
معنا الدكتور والبروفيسور والبسيط التعليم. الحالة ليست ثقافة، الموضوع ثقافي وليس موضوع. نحن مستعدون غدا مجلس النواب، والله لو يشاركني زملائي نخرج ويأتوا 180 سيبقوا في هذه الظروف في نفس الحالة. ثقافتنا يجب أن نتخلص من هذه الثقافة. الفرق بيننا وبين الشعوب الأخرى التي خرجت من هذه الأزمات، الشعوب الأخرى تعي لما يحدث وتكبر عندما يأتي الموضوع من أجل الوطن. نحن نبالغ في الوطنية حتى نفقد البوصلة، نوزع في سكوك الوطنية وسكوك الخيانة، وأنت مع من وأنا مع من. بالفعل مجلس النواب ضعيف ضعيف، أنا شخصيا أقولها دائما، لست مجلس النواب الذي أتوقعه أنا وشحت نفسي لي، كنت أتوقع أن مجلس النواب نموذجي، مجلس النواب يكون كذا. هناك ضعف، وهناك أيضا ليس مجلس النواب، هناك أيضا مساهمين سواء في المجتمع المدني أو في الناشطين أو في الجهات الأخرى، هي مساهمة أخرى أيضا في تأجيج الوضع داخل مجلس النواب لتمرير أسماء حكومة لتمرير كذا. يجب أن لا نخفي المشهد على الليبيين، نحن نعيش في واقع معين، ليس للانتقاد ولا فلان عمل ولا فلان لم يعمل. أنا أحترم الجميع، أستمع إلى رأي الجميع. يجب أن نصل إلى مرحلة الثقافة، يجب أن إن لم نغير من ثقافتنا لن نصل إلى حل. طيب أعود إلى دكتور أبو بكر بعيد. دكتور الآن ونحن نتحدث عن اختيار 15 عضوا ممثلا للبرلمان في الحوار، يبدو أنه فيه خلافات متباينة وعميقة جدا بين الأعضاء. إن تم اختيار 15 عضوا ومثلوا فسيفساء الخلاف داخل البرلمان، إذا خرج وفد البرلمان الآن وفد غير مترابط غير متفاهم وغير متجانس مقابل الطرف الآخر، 15 عضو من مجلس الدولة ربما يحملون ذات التوجه وذات الإيديولوجيا، إذا ربما الكفة سوف تذهب في الحوار القادم إلى صالح مجلس الدولة، ليس كذلك؟ نعم نعم، للأسف هذا هو ما توقعه. إذا 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 تم التركيز على معايير الدائرة والإقليم وكوتل من ومش كوتل من، يعني هذا كله إذا ما فيش معايير ومواصفات محددة يتم الاختيار، أنا اللي أقتنع به شخصيا أن تطرح يطلب من المترشحين أن يتقدموا 15 20 30، توضع أسماءهم، عندنا صناديق اقتراع موجودة يقترع عليهم، نبي لجنة من 10 ناخذ أول 10، نبي لجنة من 15 ناخذ أول 15 وفقا لما يراه الأعضاء. وكما أشار الزميل صالح قلمة، ربما لا تتوفر الكفاءات اللي تمنوها، ولكن على الأقل ما يوجد داخل المجلس الناس يعرف بعضهم وتتم الاختيارات. لكن إذا رجعنا إلى العشوائية وإني لازم نراعي الأقاليم ولازم نراعي الدوائر ولازم نراعي أشخاص معينين وغيره، يعني هذا لا يمكن أن نصل إلى لجنة توصلنا. وبعدين في مشكلة أخرى، وهو أن اللجنة اللي نناقش فيها الآن وعاملين عليها الهيئة هذه كلها هي عبارة عن جزء فقط مما يحاك من اتفاقات سياسية قادمة لا يعلم عنها البرلمان شيئا. هناك اتفاقات تحاك حول مجلس رئاسي من 3 أشخاص لا صلاحية فيه لأحد، أو يعني ما فيش واحد منهم رئيس، وهذه عجوبة وضحوكة غريبة أن تدير مجلس رئاسي من 3 أشخاص ما عندهمش رئيس. وهذا أحد الاقتراحات المطروحة في المبادرة الدول الجوار هي لا تقول هذا. ثم بعد ذلك حكومة أخرى منفصلة، يبقى عندك 2 تنفيذيين. أنا مجلس النواب لو أن بس يجيل الطريق، أنا في أغسطس 2014 اقترحت عليهم منذ البداية أن ينتخبوا رئيسا للدولة، كنت الوحيد في 160 واحد اللي صوت لهذا الاقتراح، الباقي كلهم كانوا ضده. لو اخترنا رئيس في ذلك الوقت لانتهت مشكلتنا، ولا ما دخلنا في هذا الجدل الإداري والسياسي اللي احنا فيه الآن. أهم شيء صدق النوايا، وأن الواحد ينظر في مصلحة الوطن قبل ما ينظر في مصلحة الشخصية. لكن هذا الخيار ربما لم يحظى بالتأييد الكافي دكتور، لسبب سوف أنقل لك وجهة النظر الأخرى. سوف يكون مصير هذا الرئيس الذي تدعو إلى انتخابه كمصير رئيس مجلس النواب الحالي، أطراف أخرى لا تعترف به في الطرف الآخر، الأطراف المسيطرة على طرابلس أو على مناطق أخرى في الغرب أو في الجنوب. نعم، ولكن في المنطقة اللي يوجد فيها واللي معترف به يستطيع أن يحل إشكالات كثيرة. الآن أصبحت القضايا التشريعية والإدارية ضايفة ما بين مجلس وزراء ضعيف وما بين برلمان مشغول بمشاكل البرلمان، يا إما يهتم بمشاكل الإدارة ويسيب البرلمان، وهذا اللي حاصل. فيعني كنا نتجنب هذه الدربة وهذه الربكة. طيب أعود إلى الآن الأستاذ، نعم فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد المنعم بالكور. إذن أعود إليك دكتور عاطف الحسية مجددا، ونحن نتحدث الآن على السيناريو القادم، من سوف يفاوض البرلمان وفقا للورقة
المصرية 15 عضو من مجلس الدولة ربما أو هم بالتأكيد متجانسين وذات الإيديولوجيا مقابل 15 عضو مجلس النواب. الآن نرى خلافات كبيرة تدب حول آلية الخيار بينهم، وهنا الخطأ المبدئي والخلل الأساسي في مسألة الحوار. الحوار وصل إلى مرحلة خطيرة، أعتقد في اعتقاد إن مرحلة خطيرة في جزئين، بأن اللي فقد السيطرة له تمثيل داخل الحوار، وكيف ما تفضلت حضرتك بأن ممكن تمثيله يكون بالمناصفة بين الطرف الثاني، واللي عنده السيطرة على الأقل ذراع الأمن اللي هو يمثل الدولة، اللي هو يمثل الجيش، اللي هو يمثل القيادة العامة للجيش، واللي هو وعنده على الأقل مؤسسة ملامح مؤسسة في الدولة، يعتقد في نفسه بأنه ضعيف. وهذه مشكلة، هذه حالة ضروري يخرج منها مجلس النواب، بأن ما على الأرض الآن، وهنا بغض النظر والله بغض النظر على 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 الدعم الدولي اللي يراه الناس، يعني فيه مقولة يقال في السياسة، من يخرج من الطائرة يمشي على البساط الأحمر. مسألة ما هيش من يخرج من الطائرة ومن يأتي، مسألة بأن هل هؤلاء من يمثلوا هذا الكيان أو هذه الدولة لهم سيطرة حقيقية على الدولة؟ من؟ السيد عبد الرحمن السويح اللي يستقبل استقبال الرؤساء في تونس، اللي ماسك، اللي قاعد في فندق ويعتقد بأن جزء من طرابلس، وطرابلس موجودة فيها 60 ميليشيا على ميليشيا. السؤال ليش ما نكونوش يعني مباشرين للدرجة؟ يعني بصراحة أنا اللي 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 اللي, اللي كيف ما يقول اللي يرغموا في الليبيين عليها بأنهم يتجهوا إلى حل أحيانا يكون أكثر نجاعا من حلول الأخرى، وهو الحل الجغرافي. الحل الجغرافي شو معناها؟ الحل الجغرافي اللي لا للناس واجدين اللي خافوا منه بأن يعتقدوا بأن تقسيم، بس ناس يعتقدوا بأن التقسيم هذا نابع من قبلية ولا نابع من جهوية، هو نابع من الإحساس بالأمان في إقليم والله في مكان. المسألة مسألة بأن الناس راهو عارف أن معظم دعاة عدم التقسيم والهرجة واللي يديروا فيها هم، بل بالعكس هم يميدوا في يطيلوا من جزئية لم أفهمها. حديثك الآن دكتور إلى ما تشير تحديدا عندما تتحدث عن توزيع جغرافي؟ الحل الجغرافي، أو الحل الجغرافي يقال عليه في أكثر من مكان، بأن لما ترسم تأخذ خريطة ليبيا وترسمها تشوف وين المكان اللي تعتقد بأنه تقدر تحط فيه دولة، يعني تسيطر عليه بمؤسسات دولة. الإقليم اللي موجود فيه والله، حتى يا سيدي حتى بالإقليم، إذا كان قلنا والله برقة فيها 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 جزء كبير من الأمن والأمان، وفيها ملامح مؤسسات دولة، لم أقل بأنها دولة كاملة ولا دولة مثالية، ولكن هناك أيضا يعني السلطة الفلسطينية عندها الضفة وعندها القطاع، فيه دول لسوتو داخل دولة في جنوب أفريقيا، لأن رأت بأن تجد داخل دولة محاطة بجنوب أفريقيا بالكامل. الحلول الجغرافية رانا أحيانا يأتن من بفجأة بأن الناس تشعر باليأس من كل من يمثلها سياسيا، وتقول والله اللي أنا راضي عليه أمنيا يقعد دولة. أسمح لي أن أعود إلى أستاذ إبراهيم بن عمران مرة أخرى. أستاذ إبراهيم، إذن كل هذه الخلافات التي رأيناها اليوم في جلسة مجلس النواب لاختيار 15 عضوا ليقابلوا أو ليتحاوروا أو ليمثلوا مجلس النواب مقابل 15 عضوا من مجلس الدولة، هو دكتور هي قضية أزمة عدم ثقة بين أعضاء البرلمان، زي ما ذكر الدكتور عاطف أن الحقيقة الجانب الآخر سواء اعترفنا به لكن هو أمر واقع موجود في طرابلس، استطاعوا من خلال المستشارين من خلال الخبراء. هي قضيتنا ربما نختلف أنا مع الدكتور أبو بكر في أن العضوية لازم تكون في مواصفات معينة، نحن شيوخنا الأولين والشيابنا كانوا يبصموا واستطاعوا أن يوصلوا البرلمان ويأسسوا دولة وداروا دستور، هذه نقطة. النقطة الثانية، القضية ما هيش قضية تقاليم، يعني هي ليست قصة شهادات ولا هذه نقطة من جانب، من جانب آخر وطنية، هي قصة من جانب وطنية. آخر هي مش قضية ولو أني نأيد الأقاليم، لكن الصراع الآن ما بين الناس المؤيدين، خلينا ما نبيش نقول المواطنين والغير وطنيين، وهذا واضح الحقيقة بدليل يوم جلسة اليوم ما استطاعوش يناقشوا قضية طرحها بعض الأعضاء في البرلمان اللي هي التصويت بنبذ الميليشيات في طرابلس، رغم أن ربما ما يكونش في جدول الأعمال، لكن طرحها واحد من الناس، يعني في القضية ما بين
ما بين من مستفيد ومن غير مستفيد، والضحية هو المواطن، سواء استخدمنا الدوائر الـ13 الدوائر هذينا أو استخدمنا الأقاليم، رغم أن الأقاليم في أمس الحاجة، خاصة فزان الحقيقة متضررة من الحوار، يعني حتى وجودهم حيكون قليل جدا بالنسبة للثقل الموجود في الدوائر في المنطقة الغربية. يفترض الآن في اقتراح بعض الناس يقول لك الناس اللي جايين ضد الحوار السابق، يفترض هم اللي يحاوروا الناس الموافقين، لأن الطرف الآخر أساساً هو موافق على الحوار. هذه واحدة. وبالتالي الثانية، أنا كيف نعترف ونقعمز مع كيان غير شرعي لم يدرج في الإعلان الدستوري اللي هو المجلس الأعلى الرئاسي الاستشاري؟ هذا مش موجود. اللي يفترض أن نجلس مع المؤتمر الوطني كاملاً بما فيهم الـ94 اللي انسحبوا من 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 المؤتمر الوطني، فترة المؤتمر الوطني. فإذا قضية غدا حقيقة حتكون جلسة صاخبة أتوقعها. يعني طيب أنت أستاذ إبراهيم تؤيد أي يعني آلية للاختيار أو معيار للاختيار؟ هل تؤيد أن يقوم رئيس المجلس باختيار 15 عضو؟ لا، هذه حتجد معارضة، أنا أقول لك من توا، وغير ديمقراطية. يعني أنت تريد أن تقسم على أساس الأقلية 5-5-5؟ أنا هذه تعتبر أروع، الأكثر عدالة، الأقرب. لأن في كوتا المرأة، في مرأة وفي 3 نساء، حيضاف يقعدوا المجموع 4 × 3 = 12، يقعد عندك 3 يختاروا من خلال النساء، وهذه يقعد فيها من اللي يختار، لأن حتى هي فيها انقسام، الأقاليم فيها اقتسام، لكن هو الأنسب من الدوائر. يعني أعود الآن طيب ينضم إلي الآن الأستاذ مفتاح كودي، عضو مجلس النواب، عبر الهاتف من طبرق. أستاذ مفتاح، أهلا بك. أستاذ مفتاح كودي، إذن رأينا اليوم خلافات كبيرة داخل مجلس النواب، والجلسة علقت ليوم الغد. هل نتوقع استمرار ذات الخلافات، الآراء المتباينة يوم الغد كذلك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ أحمد، وتحياتي لضيوفك الكرام، صديقي وزميلي ورفيق الدرب والدراسة الأستاذ إبراهيم بن عمران، والأستاذ عاطف الحسيدة صديقنا وحبيبنا. طبعا اكيد 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 نفس الضرب، لان نحن مجلس النواب يفترض عندنا خطاب واحد، هو خطاب الرفض مجلس الرئاسي والحكومه المفوضه بقرارات ستالين روسيا، الحكومات اللي كان يدير لها في تفويض. نحن يفترض اخواننا اعضاء مجلس النواب اللي هم يؤيدوا في مجلس رئاسي للاسف الضعيف المهين المتعاطر المرتبك يعني المتواطي، مهما تقول يعني كل الأسماء السيئة موجودة. فأنا اللي بنوصلها، المجلس النواب يفترض أن يظهر منا الناس الرافضين والغير مقتنعين بمخرجات الحوار بتاع الخيرات، واللي أدت إلى وجود المجلس الرئاسي بتسع عروس ولا حكومة غير شرعية فوضها المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي ما حلفش اليمين، اسمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب قبل ما يلغي قرار السيد أوباما بتاع التأمين الصحي، حلف اليمين. أوباما كير، نعم، أكبر رئيس الدولة في العالم، حلف اليمين. قالوا لا، المجلس الرئاسي ما حلفش اليمين. ما يحلفش اليمين، وين يحلفها اليمين؟ عند هيئة الحوار، عند شكوك وكوبلر وشليك اللي غادي. أنا اللي بنوصل لك، نحن متمسكين بأن مجلس النواب يجب أن يمثل الخطاب الرافض لهالمسألة، وبالتالي أي عضو يرفض هذا الاتجاه يجب ان يكون مرفوض داخل مجلس النواب. طيب الاستاذ مفتاح كودير، اليوم 115 ولا حتى 120، يعني ما شاء الله عدد كبير لم يكن متوفر في الجلسات السابقه، والكثير سال واستغرب عن اسباب تهافت او هذا الجمع الكبير لاعضاء مجلس النواب. لماذا جاء اعضاء مجلس النواب من كل حدب وصوب اليوم في طبرق؟ سنه ما حبيناش في مجلس النواب، ولا تكلمت في الصبح، قلت لهم عندنا جماعة لهم سنة ما جوش المجلس النواب، ولا خشوا المجلس النواب، ولا نذكرهم بالأسماء، ولا نخافش، ولا نخشى أحد. فتحل الصعيدي هذا اللي جاء فتح المجبري، هذا لا سنة قاعد في طرابلس،
وفي فنادق تونس مصباح دوما من سبعة شو يقولوا له هو سليماني عبد الله اللاتي خالد اللاتي خالد رصطة هذوم الأم سلم حق الأمش هذوم المفروض يصدر قرار على دويك البكري وبعصبية المفروض يصدر قرار باعتبارهم ساقطي قيد جايين الآن بيخشوا في الحوار ومازال بعيد والمجلس الرئاسي ما يتعشموش على الهجوم المجلس اللي دمر ليبيا لما كان الدولار ب200 بجنيهين و70 قرش لما خشت الصفقات الإيطالية قعد وصل له الآن 6.5 يعني انت تعشم على وجهك يا اخي تعشم على وجوهكم ليبيا فوق الجميع واقسم بالله علي العظيم ما يصير الا اللي احنا نبوه ولو صار قتال داخل مجلس النواب لا يمكن نقبل بهالمهازل وبهالشكليات الهشه يعني استاذ مفتاح عندما يكون الطرف الاخر 15 عضو في مجلس الدوله يمثلون طرفا واحدا انت ايضا تدعو لان يكون ال 15 عضو في مجلس النواب هم من التيار الذي سميته بالداعمين للشرعيه او للجيش او للحرب على الارهاب هذا التيار نعم اليس كذلك استاذ مفتاح كويتيه طيب فقدنا الاتصال على اي حال يوم الغد يعني سوف نناقش ذات القضية جلسة مجلس النواب التي علقت اليوم إلى يوم الغد ملف وبرنامج الحدث سوف يناقش ذات القضية يوم الغد أتمنى من الأستاذ مفتاح كويدير كذلك أن يكون ضيفي في حلقة الغد لنأخذ رأيه في هذه الجلسة وفي آلية الاختيار التي سوف يذهب إليها مجلس النواب يوم الغد أعود الآن للأستاذ صالح قلمة مقرر مجلس النواب أستاذ صالح هل أنت معي؟ معك يا سيد أختم معك أستاذ صالح لو كان لديك أي إضافة في ختام الحلقة طبعا أتوقع طبعا لجلسة الغد طبعا وضحنا ما فيه الكثير في هذه الحلقة وتكلم الزملاء جلسة الغد أيضا أتوقع أن هناك صعوبة كبيرة جدا في الخروج بمشهد معين إن لم يتوافق في هذه الليلة بعض النواب طبعا هناك المشاورات منذ نهاية الجلسة ما بين النواب والكل يشعر بما يحدث ولكن أتوقع أن نهار الغد حيكون نهار صعب جدا جلسة صعبة وتكون بإذن الله موعد على الهواء مباشرة وإن شاء الله طبعا نتمنى التوفيق للجميع والخروج ب مظهر لايق والوصول لان اللي يهم من الوصول الى اخراج لجنه الان فيما نعم. بعد نضع الشروط مع من تتحاور ممكن نرفض المؤتمر الوطني او نرفض المجلس الاعلى او ولكن يجب ان تكون هناك لجنه واحده بلون واحد وايضا انا لا اتفق مع ان هناك كثير من الاطياف داعمين للاتفاق ولم يدعم انا اقولها الحقيقه عندما ذهب للصخيرات في ذلك اليوم كانوا جميع مجلس النواب موافقين واتى الاتفاق السياسي يوم 25 وتمت الموافقه عليه ومن خرج على صفحته في الفيسبوك وقال انا سوف اصوت على الحكومه نعم. ومن ثم تغيرت الاراء وهذه ديمقراطيه وهذه حراك طيب اسمح لي فقط استاذ صالح او اتمنى كذلك ان تكون ضيفي في حلقه الغد كذلك التي سوف تناقش ذات القضيه اعود اليك دكتور أبو بكر بعيرة أختم معك لو كان لديك إضافة والله يا أخي أهم شيء صدق النوايا وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار أنا لا أزال أشتم بعض روائح التحضير لبعض القضايا الخاصة والمصالح الخاصة على حساب الوطن وعلى حساب وحدة مجلس النواب وأحييكم في هذا المساء شكرا لك أعود إليك أستاذ إبراهيم أختم معك كلمة أخيرة نعم طبعا الحقيقه هو حتى المتحاورين اللي حيتم ان شاء الله باذن الله اختيارهم غدا عندهم نقاط زي ما ذكرها الدكتور عاطف هذه النقاط يجب عند مناقشتها مع الطرف الاخر الغير معروف هل هو المجلس الرئاسي المجلس او مجلس الاستشاري الدولة. المجلس الدوله بكامل بما فيه 94 والله ما هو موجود وهل هو منطقيا وقانونيا ان نتعامل ممكن نغير فيه لجنة يكون المخاطبة مع المؤتمر الوطني بدل من المجلس الرئاسي طبعا كل ما نتمناه الحقيقة أن الإخوة في البرلمان الأعضاء أن يحملوا قضية الوطن فوق الاعتبار ولأنها هي لعبة دولية حتى دول الجوار تلعب في هذه اللعبة واليون وكوبلر واللي قبل طارق
متري وغيرهم حقيقة أن يهتموا الأخوة سواء في المؤتمر الوطني والله في البرلمان بما أنهم مرشحين ترشيح يعني منتخبين انتخاب من الجماهير، ولا لأن الجماهير لو مبحت ندير استبيان كلها الحقيقة ضد هالمعمعة اللي سير الآن مدة 6 سنوات والحروب. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أنا بصراحة أشد على أيدي الوطنيين اللي ممكن لهم على الأقل فهم في الوضع، لكن أنا أطالب الشعب الليبي بتوخي الحذر في اختيار انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، لأن كل ما حدث في الماضي إن لم يتخذ منه الدروس فسنندم في المستقبل، وهذا ما هو الأساس. وهناك طوق نجاة موجود أساساً لدى قسم كبير من هذا الوطن، يجب الشد على أيديه والتقدم إلى الأمام. شكراً جزيلاً لك دكتور عاطف الحسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار، كما أشكرك أستاذ إبراهيم بن عمران الناشط المدني، وأشكرك دكتور أبو بكر بيرة عضو مجلس النواب ضيفي عبر سكايب من طبرق، وكذلك الأستاذ صالح قلمة مقرر مجلس النواب، والأستاذ مفتاح كودير عضو مجلس النواب، كذلك الأستاذ عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب. مشاهدينا الكرام، بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. غدا كذلك نناقش ذات القضية، جلسة مجلس النواب التي تناقش ملف اختيار وفد البرلمان في الحوار. تقبل في الختام تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، وتحياتي أحمد القمان، في أمان الله.